تشهد مواجهات الجولة الأخيرة لخليج 24 المقامة في قطر تشهد اليوم صراعا على التأهل للدور نصف النهائي، حيث ستتواجه فرق المجموعة الأولى في الساعة 5:30 مساء، تليها مباريات المجموعة الثانية في تمام الساعة 8:00 مساء، ويواجه المنتخب الوطني في أولى مباريات المجموعة الثانية نظيره البحريني على استاد خليفة الدولي، ويسعى الأزرق لحسم صعوده للمربع الذهبي بعد تأكيد المدرب الوطني ثامر عناد جاهزية الفريق، ومعتبرا أن المباراة ستكون بمثابة شبه نهائي، الفائز فيها سيتأهل لنصف نهائي الدورة.